السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إزالة الحبوب والشوائب وتنظيف البشرة باستخدام الفوتوشوب. كما ترى هذه الصورة بعد التعديل وهذه الصورة قبل التعديل كما ترى أمامك. في البداية ستقوم بفتح الفوتوشوب، بعد ذلك تضغط على فايل، بعد ذلك أوبن وتختار الصورة التي تريد التعديل عليها. الآن ستقوم باختيار أداة الهيلدينج براش تول، من هنا تقوم بضغط مطولا قليلا حتى تظهر لك هذه الخيارات، تختار الخيار الثاني، بعد ذلك تختار مساحة فارغة من أي جهة لنقوم بالتقريب قليلا هكذا، تقوم بالتأشير على أي مساحة فارغة. إذا أردت يعني تقليل حجم الدائرة فيمكنك التصغير من هنا حتى تعطيك نتائج احترافية أكثر. إذا ظهر لك هذا الخيار مشاهدي الكريم فقم بالضغط على زر Alt في لوحة المفاتيح هكذا، بعد ذلك يمكنك التعديل بكل سهولة. الآن أضغط على هذه المساحة، والآن أتي إلى الحبوب وأقوم بالضغط هكذا، اختفت بكل سهولة حتى هذا كما ترى مشاهدي الكريم هنا. أصبحت الصورة احترافية بكل بساطة مشاهدي الكريم. عند الانتهاء تقوم بالضغط على فايل، تقوم بعد ذلك بالضغط على Save As وتكتب الاسم الذي تريده وتضغط على سيف. اوكي، وانتهت العملية بكل سهولة. شكرا لحسن متابعتكم، اتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت اعجابكم. رجاء ان اعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب لاعرف عدد المتابعين الذين اعجبتهم هذه الحلقة، واذا كنتم تريدون المزيد من شروحات فوتوشوب فاكون مسرور بذلك. لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب كما قلت لك، ظهر الان اسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل انهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. نلتقي في حلقة قادمة باذن الله، الى ذلك الحين دمتم في امان الله.